التواصل يستمر مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام أينما كنتم، نتواصل مع هذه الانطلاقات، نتواصل مع هذه التحديات ومع هذه الإبداعات الصباحية التي تحمل أجني أبناء القبائل وسن الثنايا. انطلق ختام أشواط صباح هذا اليوم خصص للقعدان الثنايا المهجنات على صايل، ونذكر بالانطلاق في يوم القد هنا أيضا في الساعة السادسة هنا أيضا والنصف في صباح هذه الانطلاقات. مباشرة نسير مع البداية والمقدمة في هذا التحدي والإبداع الكبير. المقدمة والصدارة عقاب محمد الحمد المصلح الأحبابي يأتي عن الصدارة ويقدم انطلاقة عقاب، بينما المركز الثاني السياسي عامر بن عوض بن عدان الصيعري يأتي مع السياسي بعوض في هذه اللحظات مع المركز الثاني. المركز الثالث من القادم والواصل في هذه اللحظات والمنطلق بالإبداع والتحدي الكبير أدهم محمد بن تهميم بن كردوس العامري يقدم شعاره مع المركز هنا أيضا الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع، المركز الرابع القادم صوغان هنا أيضا الشيخ حامد بن محمد بن ركاب العامري يقدم شعاره مع المركز الخامس المركز الخامس المركز الخامس قلمود سعيد بالعصري بالحب العامري مع قلمود مع المركز الخامس. المركز السادس من القادم في هذه اللحظات هو الشهم وسلطان بن سيف بن معضد المشغوني يقدم الشهم في هذه اللحظات مع المركز هنا أيضا مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم مع المركز هنا أيضا السادس والمركز السابع. المركز السابع شوف القادم والحاضر مطفوق مطر بن حمد بن حمد بن بيات الرميثي مع مطفوق مع المركز هنا أيضا مشاهدين الأعزاء محبي هذه الرياضة هنا أيضا السابع، بينما المركز الثامن المركز الثامن القادم منكوس سلطان بن عبيد بن سعيد هنا أيضا يتقدم في هذه اللحظات ويقدم لنا انطلاقة شعاره في هذا التحدي الكبير. بينما القادم في هذه اللحظات والمنطلق منكوس مع المركز مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام الثامن في هذه اللحظات يقدم لنا منكوس سلطان بن عبيد بن سعيد السبوسي. والمركز التاسع المركز التاسع لهب محمد بن عصري بن سعيد الخيلي. والمركز العاشر المركز العاشر من القادم من الواصل بكل قوة في هذه التحديات والانطلاقات أرصد المركز العاشر يمصورنا القادم والمنطلق في هذه اللحظات والمندفع نسناس سالم بن علي بن غصنة العامري مع نسناس مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام للعشر الأسماء والشعارات المنطلقة التي قدمت لها الجوائز النقدية من قبل اتحاد سباقات الهجن. انتصفت المسافة 4 كيلومترات قضيناها واربعة متبقية عن الوصول، أربعة قضيناها واربعة متبقية عن الوصول بقيادة من؟ بقيادة السياسي على مقدمة هذا الشوط على مقدمة الانطلاق عامر بن عوض بن عدان
الصيعري يقدم شعاره على الصدارة والبداية وعلى مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول بينما المركز الثاني عقاب محمد الحمد بن مصلح الأحباب يأتي مع عقاب مع المركز الثاني المركز الثالث من القادم في هذه اللحظات من الواصل في هذا الانطلاق والإبداع الكبير مع المركز الثالث الحاضر بكل قوة في هذا المسار والإبداع الكبير والمثير مع المركز هنا أيضا مع المركز مشاهدينا الأعزاء ومتابعي الكرام الثالث القادم في هذه اللحظات والمنطلق في هذا المسار المستمر مع هذه الانطلاقات والإبداعات صوغان الشيخ حامد بن محمد بن ركاب العامل يقدم صوغان مع المركز الثالث المركز الرابع القادم مطفوق بنبيات وصل مع مطفوق مطر بن حمد بن حمد بنبيات الرميثي مع المركز هنا الرابع المركز الخامس وصل في هذه اللحظات وتقدم منكوس سلطان بن عبيد بن سعيد السبوسي بشعار أثمت صاحب الشوط الرئيسي في ميدان الوثبة في صباح هذا اليوم يأتي ويقدم لنا مشاهدين الأعزاء منكوس على أرضية هذا الميدان مع هذا التحدي والإبداع الكبير والمثير المركز هنا السادس شوف القادم الواصل لهب بدأ يتقدم محمد بن عصري بن سعيد الأخيلي مع لهب مع المركز السادس المركز السابع وصل الشهم سلطان بن سيف بن معرض المشغوني ياتي مع الشهم مع هذا الانطلاق والابداع الكبير مع المركز السابع المركز الثامن القادم المنطلق جلمود سعيد بن عصري بن حب العامري ياتي مع جلمود مع المركز التاسع والثامن المركز التاسع القادم شعار بن كردوس يقدم لنا مشاهدين الاعزاء متابعينا الكرام في هذا الانطلاق ادهم محمد بن طبيب بن كردوس العامري والمركز العاشر الشعارات الاخرى والاسماء الاخرى القادمه المنطلقه الحاضره بالانطلاق الحاضره بالابداع من خلال وجود هذه الاسماء ووجود هذه الشعارات المنطلقه ولكن راح السياسي على البدايه على المقدمه على صدارة هذا الشوط عامر بن عوض بن عدان الصيعري مع السياسي على مقدمة هذا الانطلاق راح بالإبداع راح بالتحدي ولكن شوف الأحبابي شوف بمصلح يحاول لانتزاع ناموس شوط الختام مع انطلاقة عقاب محمد بن حمد بمصلح الأحبابي ياتي ويقدم شعاره مع هذا الانطلاق والإبداع الكبير مع المركز الثاني المركز الثالث القادم مع المركز الثالث والمنطلق في هذه اللحظات والوصل في هذا الانطلاق شعار بالعصري وشعار بنبيات والشعارات القادمة والأسماء المنطلقة في هذه اللحظات ولكن السياسي راح بو عوض على الصدارة على البداية على المقدمة في هذا المسار المستمر على بداية هذا المسار عامر بن عوض بن عدان الصيعري تحرك بمصلح مع هنا عقاب مع المركز الثاني ومحمد بن حمد بن مصلح الأحبابي في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع الكبير المعركة ثنائية شوف المركز الثالث من الواصل من المنطلق في هذه اللحظات بنبيوت غادم ولكن راح بو عوض مع السياسي عامر بن عوض بن عدان الصيعري قدم هذه الانطلاقة حضر بالانطلاق والإبداع الكبير بوجود السياسي على مقدمة هذا الانطلاق عامر بن عوض بن عدان الصيعري في هذا الانطلاق مع هذا الإبداع
مع هذا التحدي بوجود هذه الانطلاقة بوجود هذا التحدي راح بعوض راح مع الانطلاق الأخير مع الإبداع المثير. تهانينا تهانينا والناموس نبعث من هذه اللحظات لمالكنا أيضا لمالك مشاهدينا الأعزاء لمالك السياسي عامر بن عوض بن عدان السعري. قدم هذه الانطلاقة القوية حضر بانطلاقة السياسي لينتزع ناموس شوط الختام. مشكور يا أبو عوض مشكور باسم الجمهور على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار مع انطلاقة مشاهدنا الأعزاء السياسي عامر بن عوض بن عدان السعري بمتابعة عوض بن عامر بن عوض بن عدان السعري. المركز الثاني المركز الثاني متوق مطر بن حمد بن حمد بن بياد الرميث. المركز الثالث كان مشاهدنا الأعزاء سوغان الشيخ حامد بن حمد بن ركاض العامل. المركز الرابع محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي. والمركز الخامس محمد بن العصري من سعيد الأخيري. هذه النتيجة التوقيت 12 دقيقة 23 ثانية التوقيت تحطم تحت أقدام السياسي عامر بن عوض بن عدان السعري. تهانينا والناموس للجميع.